اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم واحمد هنتكلم دلوقتي اكتر بقى عن الارقام. ارقام حراسه المرمى. خليني ابدا باحمد ثابت. ارقام حراسه المرمى مهمه جدا لانه من الحاجات اللي او من نقاط الضعف اللي موجوده في فريق الدحيل حراسه المرمى. طبعا فرق كبير ما بين الحارس عندنا والحارس هناك. الحارس عندنا محمد الشناوي احسن حارس في مصر، خبرات كبيره، عكس الحراس في الدحيل الاثنين صغيرين جدا في السن. حتى اللي بدا يلعب في الفتره الاخيره واللي هو اللي ممكن يكون اساسي بنسبه كبيره قدامنا هو صلاح زكريا. طوله 1.85 متر، عنده 21 سنه، لعب 4 مباريات في الدوري القطري، دخل مرماه 5 اهداف في الـ4 مباريات. شباك نظيفه، خرج ماتش واحد بس من الـ4. تصويبات، يعني التصويبات اللي جت عليه 17 اتصدى ل 12 تسديده منهم، ودي ارقام مش قويه. حارس صغير في السن، حتى احنا لما عرضنا الكليبايه اللي كانت قبل كده شفنا الاجوان اللي جايه من مسافات بعيده، واضح ان حته التسديد ديت سلاح مهم جدا للنادي الاهلي. يعني محمد مجدي قفشه يعني عدد المباريات 4 مباريات، دخل مرمى 5 اهداف. 5 اهداف، التصدي ل 12 تسديده من 17، وشباك نظيف اهم حاجه، مباراه واحده من الـ4. الحارس الثاني بقى اللي هو محمد البكري، 1.78 متر، عنده 23 سنه برضو، لعب 9 مباريات، دخلت شباكه في الـ9 مباريات 15 هدف. شباك نظيفه، ماتش واحد بس من الـ9. ماتش واحد بس من الـ9. تصويبات 44 تصويبه اتصدى ل 29 تسديده منهم. فاذا نقطه ضعف كبيره في حراسه المرمى، الاثنين صغيرين في السن قليلين الخبره، تفوق واضح في النادي الاهلي في حته مركز حراسه المرمى. طيب كريم، خلينا بقى نروح للارقام المدافعين. طب نبدا طبعا اكيد بالمهدي بن عطيه، وحدث ولا حرج، مدافع طبعا عالمي، نتكلم عن المدافع السابق لليوفي ومدافع دولي للمنتخب المغربي، وطبعا كل محبين الكوره في مصر والعالم العربي عارفين المهدي طبعاً. بن عطيه، واكيد مهدي بن عطيه اهم رقم بالنسبه لي بشوفه يا كابتن اسلام هو عدد التمريرات الصحيحه عنده. بنتكلم على لاعب مدافع مساك 90% من تمريراته صحيحه، وده يتماشى مع اسلوب لعب صابر لاموشيه اللي هو بيلعب على الاستحواذ، البيلدينج اب بيبدا من عند الحارس، وبالتالي وانس ان احنا بنتكلم على بنا لعب بعيد عند الحارس يبقى في مساك بيعتمد عليه، زي ما احنا بنتكلم بيتسو موسيماني وحتى قبليه ريني فايلر دايما عنده، كان ايمن اشرف، ايمن اشرف هو اللي لازم تبني الهجمه من عنده. ليه؟ لان مهاره الباسنج ومهاره التمرير عند ايمن اشرف عاليه، لان بنتكلم على لاعب اصلا باك شمال. وبالتالي مهدي بن عطيه بخبراته بنتكلم على لاعب بيعمل 339 تمريره صحيحه من 375، 90% نسبه كبيره جدا، وبتبين لنا قد ايه خبره هذا اللاعب والاعتماد عليه في بنى اللعب من عند الحارس. برضو رقم مميز عايزين نتكلم عليه للمهدي بن عطيه هو قدرته في الالتحامات الهوائيه، التنافس في الهواء، وده امر طبعا بيحتاج قدرات بدنيه قويه. بنتكلم طبعا مهدي بن عطيه لاعب كان بيتدرب بدني في ايطاليا، وبالتالي عنده جسم قوي جدا، زي ما شفنا محمد صلاح ايام ما كان في تشيلسي اول خالص مع مورينيو، جسمه صغير مش قادر في التدخلات الثنائيه، وانس انه راح لفيورنتينا وبعد كده روما شفنا لاعب بيتطور بدنيا. وبالتالي رقم المهدي بن عطيه بنتكلم على 16 تدخل ناجح في الهواء، يعني كسب الكوره من 26، طبعا نسبه برضو كبيره جدا، وبيبين لنا قد ايه اللاعب بيعتمد على الخبره. ربما بقى هنا النقطه السابعه عند المهدي بن عطيه هو عدم القدره على الركض كتير، اللاعب ما بيجريش كتير. ليه؟ بنتكلم هنا طبعا بيعتمد على خبرته وعلى سنه اكتر من الجري وان انا اتعب في الملعب، عشان كده ربما المهدي بن عطيه السرعات تكسبنا عليه، يعني لعيب صغير في السن سريع قدامه يقدر ان هو يستغل نقطه الضعف ده عنه. هنقوله في وقته طبعا. طيب نروح خلينا نروح لاحمد ياسر. احمد ياسر برضو بنتكلم على واحد برضو من ابرز مدافعي نادي الدحيل، وشفنا امبارح لما كنا بنتكلم عليه على الشكل الهجومي وان هو قدر بيجيب اهداف بالراس. بنتكلم على نسبه تمريرات برضو عاليه 86%، الراجل عامل 604 تمرير صحيح من 703، احرز هدفين، استخلاص الكرات ربما عنده قليل شويه، وده يبين لنا ان ربما يكون عنده ازمه في مساله التنافس على الارض، رقم قليل 9 من 95، وقطع بس هو في الالتحامات الهوائيه برده لعيب جاي جدا، هو برده لعيب طويل بنتكلم على 183 سنتي، خد استخلص 30 كوره هوائيه من 43 تدخل هوائي شارك فيه. وطبعا اكيد ان عارفين ان احمد ياسر محمدي مع الجنسيتين المصريه والقطريه. طيب خلينا نروح بقى للباك الشمال سلطان البريك. الباك الشمال بالنسبه للباك احنا بنحكم عليه سواء دفاعيا او هجوميا او على مستوى تحضير الهجمه. نعم.
نشوف سلطان البريك اللي هو الباك ليفت، هنبص لقى ان هو 24 سنه، لعب الموسم ده 14 مباراه في الدوري القطري، صنع هدف، عمل في 14 مباراه، عمل كام محاوله على المرمى؟ اربع محاولات. برضو ارقامه الهجوميه مش عاليه، ولكن بيعمل عرضيات كتير. حتى احنا قلنا امبارح ان كلمه السر عندهم العرضيه اللي بتيجي من الجبهه اليسرى. نبص على عدد العرضيات عنده، عامل 32 عرضيه، رقم كبير. طب الرقم الاهم كمان ايه عنده؟ ان هو عامل 700 تمريره صح من 793، يعني التحضير كله ناحيه الجبهه اليسرى في عمليه البناء من ورا. اللي هو احمد المحمدي اللي هو ناحيه المساك اللي ناحيه الشمال، والباك الشمال، الاثنين دول بيلمسوا الكره اكتر. يعني عمليه البناء الحارس بيدي ناحيه الشمال اكتر، عشان كده لما يبقى في مهاجم عند النادي الاهلي يكون اخد باله ان انا هرحل دايما زي ما كان. هنتكلم على النقط بتاعه يعني النادي الاهلي، هرحل دايما ناحيه الشمال بحيث ان انا امنع بناء الهجمه. يعني مثلا هم برضو في الاستخلاص برضو ارقامه كويسه، 78 استخلاص منهم 15 في ملعب الخصم، قطع التمريرات 59 تمريره، اذا بيحضر الهجمه كويس ومميز في عمل العرضيات. طيب الباك اليمين بقى، الباك اليمين ده بقى ثغره واضحه، وكريم هيتكلم عنها بالفيديو، ثغره دفاعيه واضحه. نبص على ارقامه، اولا 30 سنه، مستو ان هو عنده لما بيتقدم بيشوط، بيعمل محاولات، عامل 9 محاولات اكتر من الباك الثاني، بيشوط او عامل 9 محاولات على المرمى. لكن نبص على مستوى تحضير الهجمه، مش زي سلطان البريك مثلا عامل 700 تمريره، ده عامل 390 بس. ايوه العرضيات بتاعته 14 تمريره، سلطان البريك كان عامل 14 عرضيه، الناحيه الثانيه كان عامل 32. اذا العرضيات في الجبهه الشمال اكتر من الجبهه اليمين بكتير جدا، 32 مقابل 14. الجبهه الشمال عندهم بتدي عرضيات اكتر، تمام، عشان كده الارقام بتقولها. استخلاص الكرات 49 بس استخلاص في كام ماتش؟ في 14 مباراه، رقم قليل. اذا الباك اليمين ده نحط عليه كده علامه استفهام. قطع التمريرات 33 تمريره، وكريم هيتكلم عليها بالفيديو لاسماعيل محمد لما نيجي نتكلم بقى عن الفيديو. لكن خلينا نروح لارقام لويس جونيور وكريم بوضياف عشان نرجع بقى نتكلم على الفيديوهات. جميل، نروح لويس سيارا، وده بنتكلم على رقم 6 الهاف ديفندر بتاع الفريق، واكيد لعيب مميز طبعا، لعيب خبره، بنتكلم لعيب عنده 32 سنه. وطالما ان احنا يا جماعه بنتكلم على لعيب عدى 30، يبقى لازم دايما نفكر ان احنا يبقى في ورك ريت عالي قدامه، لازم تجري، تجري كتير، تجري كتير جدا، ما تقفش، ما تتمشاش، ولا حتى ان انت تمد رجلك، لا لازم دايما تجري عشان تتعبه. وبنتكلم طبعا على لاعب طوله 178 سم، وبالتالي ده يدينا فكره انه عنده مساحه للتقدم داخل منطقه الجزاء في الكرات العاليه عشان يستغل طول القامه عنده. الراجل بيحاول يصوب على المرمى، صوب 8 تسديدات، ولكن اللي ما بين الثلاث خشبات هم 3 بس، وبالتالي ده نسبه اقل من 50%، وبالتالي يبقى هو عنده مشكله في دقه التصويبات. لكن بنتكلم على هاف ديفندر قوي، استخلص الكوره من الخصم خبره 47 مره، بيضغط، ده رقم مهم جدا جدا، ان هو بيعرف يضغط على المنافس في 44 مناسبه، كسب الكوره في 25، وبالتالي ده رقم فوق ال 50%. وعايز بس نوضحها للساده المشاهدين، لما نقول ان هاف ديفندر دخل على منافس 40 مره واستخلص الكوره 20 مره وفشل 20 مره، لا ده رقم كبير، رقم كبير. من الارقام المعتاده ربما ممكن تلاقي 30% 25%، فانك تعدي 50% في استخلاصك الكرات من الكرات الثنائيه، هنا هو بيعتمد على خبرته وعلى قوته الجسديه، وطبعا لعيب مميز. كريم بوضياف، ممكن كريم بوضياف هو اللي بيزيد البوكس تو بوكس، يعني هو لويس سيزا ده اللي بيدافع، كريم بوضياف هو اللي بيزيد. يمكن هو حتى عدد تمريراته عامل 684 تمريره اكتر من لويس سيزا، لكن على نسبته 91% اعلى من لويس سيزا بكتير، ولكن على مستوى بقى الاستخلاص والالتحامات اقل من لويس سيزا. وخاصه كمان ان كريم بوضياف ده لعيب بصير كويس جدا، ولكن ما عادش بيلعب اساسي في الفتره الاخيره، دخل مكانه علي كريمي اللي هو الايراني مكانه، فبدا يعني دي برده هيبقى يعني قدامنا اهو البروفايل بتاعه، جزائري قطري، عدد المباريات 11، صنع هدف، بس اكيد هيكون ليه دور في المباراه. حتى لو ما بداش ممكن يكون ليه دور في الشوط الثاني، يعني كريم بوضياف لانه واحد من اللعيبه اللي لعبت 11 مباراه من 14 في الدوري القطري مع الدحيل. لكن ارقامه على المستوى الدفاعي مش عاليه مقارنه بالارقام الهجوميه ليه، يعني